أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن بقاء الاحتلال الإسرائيلي جاثما على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية دون محاسبة بعد تشريد أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من أرضه منذ أكثر من 74 عاما، وهم الذين يشكلون حاليا أكثر من 7 ملايين لاجئ، هو أمر يفرض تساؤلات عدة حول جدية النظام الدولي الذي يسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة انتهاك القانون الدولي وإنشاء نظام تمييز عنصري كامل للأركان ومواصلة الأعمال الأحادية والاستيطان الاستعماري والقتل والحصار والتهجير وهدم المنازل وتغيير هوية مدينة القدس وعدم احترام الوضع التاريخي واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها وحجز الأموال أموالنا في ظل صمت دولي إزاء ازدواجية المعايير وسياسة شريعة الغاب. هذا النظام الدولي الذي لم ينجح في تطبيق أي من قراراته الأممية نحو الشعب الفلسطيني والتي تزيد عن 1000 قرار في الجمعية العامة ومجلس الأمن وحقوق الإنسان لا بد أن يسأل لماذا. إننا نفتقد هذه الأيام لوجود شريك في إسرائيل يؤمن بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة ونبذ العنف والإرهاب، وهي المبادئ التي نحن ملتزمون بها ونعمل بموجبها. وإننا ندعو في هذا الإطار المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية لا تعترف بهذه المبادئ والقيم. وبالرغم من كل ذلك فإننا لن نتخلى عن الالتزام بالقانون الدولي، وإننا نتطلع في هذه الظروف الصعبة أن تواصلوا أيها الإخوة حشد الدعم الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ودعم المساعي الفلسطينية الرامية للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين وعلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وتأمين الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومنها قرار مجلس الأمن 2023-34 وكذلك قرار الجمعية العامة 181 الذي أخذ في عام 1947 و194 الذي أخذ عام 1949، وهما القراران اللذان كانا شرطين لقبول إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة، وإلى الآن لم تنفذهما ولم تقبل بهما هذان القراران. لا بد محاسبة إسرائيل، إما أن تقبل بهما أو أن لا تكون عضواً في الأمم المتحدة.